دلوقتي بقى هنروح لفريق اليد سيدات، والحقيقة قدر ان هو ينتزع الفوز من سبورتنج بدوري عمومي سيدات اليد. الحقيقة ان الفريق الاول لسيدات كرة اليد بالنادي الاهلي بقيادة طبعا مديره الفني كابتن محمد عادل زولا قدر ان هو يتخطى عقبة نادي سبورتنج السكندري في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي من دوري العمومي للموسم اللي يعني بيلعب حاليا، وهو موسم 2023/2024. فريقنا يعني الحمد لله قدر ان هو يكسب سبورتنج على ارضه وسط جمهوره بنتيجه يعني 20-19 في الماتش اللي كان اتلعب امبارح. الحقيقه ان هو كان ماتش صعب، ويعني اكبر دليل انه فرق البوينتس هو بوينت واحد بس، فاكيد يعني متخيلين الماتش كان فيه نديه كبيره جدا على ارض الملعب. بس بعد النتيجه دي بكده نكون حققنا الفوز الثالث لينا في الدوري بعد ما فوزنا في الجوله الاولى على حساب البنك الاهلي. طبعا يعني نتيجه الماتش دي كانت بنتيجه 48-13، طبعا فرق سكور كبير قوي. بعدين بعديها الماتش اللي بعده كسبنا سموحه في اسكندريه برده كان بنتيجه 23-18، ده طبعا كان في الماتش اللي اتلعب اول امبارح. خلينا بقى نقول لكم عن يعني مرحله سيدات يد الاهلي المقبله. طبعا الاهلي هيلعب الماتش اللي جاي مع نادي الطيران يوم الجمعه الجاي باذن الله، بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه المواجهه. يمكن فريقنا عايزين نفكر حضراتكم كان فاز بالبطولتين المحليتين زي الرجال بالظبط، يعني قدرنا نكسب الدوري والكاس بعد منافسه مع انديه سبورتنج والزمالك والشمس. والحقيقه ان كانت هذه المنافسات منافسات كبيره جدا وصعبه جدا على ارض الملعب، ولكن دايما النادي الاهلي بيأتي في المقدمة.